احلى صباح لاحلى مشاهدينا، انتم في ضيافه قناه ميدي ان تي في ومجتمع التحدي، وفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا. مرحبا. تشكو جل المراكز الجهوية لتحقن الدم والتي يبلغ عددها 18 في المغرب من خصاص حاد في مخزونها الاحتياطي من هذه المادة الحيوية والتي تتوقف عليها حياة أكثر من مريض. ويأتي على رأس هذه المراكز تلك الموجودة في الدار البيضاء والرباط، مراكش، فاس، طنجة ووجدة، بسبب احتضانها للعديد من المراكز الاستشفائية والبصحات الخاصة. كما أن المدن الكبرى لم تعد قادرة على تلبية حاجيتها اليومية من الدم، بينما يحتاج المغرب إلى قرابة 1000 كيس من الدم على الصعيد الوطني في اليوم الواحد. وعليه تثير وضعية المخزون الاحتياطي المتوفر من أكياس الدم مخاوف المسؤولين وحتى المواطنين بشأن الخصاص المسجل في هذه المادة الحيوية. وتحدي اليوم نتساءل فيه عن الوضعية الحالية للاحتياط المتوفر من أكياس الدم والإجراءات المتخذة لضمان تغطية حاجية المواطنين. ولرفع هذا التحدي اليوم يسعدني أن نرحب معنا بالدكتور محمد معاذ الرواحي، مدير المركز الجهوي لتحقن الدم. مرحبا سيدي وصباح النور. شكرا. مرحبا استضافة. مرحبا، نورتنا. كما يسعدني أن أرحب بالزميل والفاعل الجمعوي زهير حمان. مرحبا. مرحبا استاذة خديجة، صباح النور استاذة خديجة، صباح النور مشاهدي ميديا ان تي في. مرحبا، نورتنا نورتنا. مرحبا. طيب البداية ستكون معكم استاذ رواحي فيما يتعلق بالوضعية الحالية للمخزون الاحتياطي من الدم، كيف هي الوضعية اليوم؟ هل هناك ثمة نقص كما يقال، كما هو رائج؟ بالفعل، اولا شكرا على الاستضافة. مرحبا. يعني بالفعل كباقي اقاليم المملكه ومراكز جهويه لتحقن الدم، مركز جهوي لتحقن الدم طنجه يعاني من نوع من الخصص، ما نقدروش نقولوا خصص شامل او لا نوع من الخصص. لهذا المراكز الجهويه كتحاول ما امكن تستقطب مواطنين من اجل تلبيه الطلب اللي يتزايد يوم عن يوم. نعم. وكنحاولوا نتفادوا الخصاص بطريقه سلسه دون احراج لا المؤسسات الصحيه ولا احراج المواطنين، لان الظروف الحاليه لا تساعد في تلبيه جميع الطلبات، وهذا كتعاني منه جميع اقاليم المملكه بما فيها المدن الكبرى اللي كتوفر فيها امكانيات ماديه وامكانيات بشريه كبيره. طيب يعني كيف تدبرون هذا الأمر؟ يعني بما أن البنك ديال الدم فيه خصاص أو فيه نقص، كيف تدبرون هذا الأمر؟ التدبير ديال مخزون الدم كيتخدم على صعيدين. الصعيد المحلي في المركز ديال مركز جهوي لتحقن الدم كمؤسسة عمومية لاستقطاب المواطنين من أجل جمع التبرعات، وحملات متنقلة البعض المناطق في الاقليم او في العماله، وكنقصدوا بالاساس بعض الشركاء اللي كنتعاملوا معاهم بصفه رسميه كل سنه بصفه دوريه، لا في المناطق الصناعيه اللي كتوفر عليها المدينه، وعندنا شركاء في المجتمع المدني اللي كيتصلوا بنا او كنتصلوا بهم لتلبيه الخصاص، اما عندهم في المؤسسه ديال الجمعيه المدنيه او لا في المركز، كيجيو عندنا المركز كنحاولوا نستقطبهم بالاضافه الى المواطنين اللي كيكونوا كيدوزوا يوميا. اكيد كاين هناك ثبت اكراهات وكاين مجموعه من التحديات اللي غادي نرجع لها بخصوص هذه التدابير او كيف تدبرون هذه الوضعيه، ولكن دعني اللحظه انتقل لزميل زهير. كنعتذر اليوم انني خرجتك من المجال ديالك الاعلامي وغادي نكتشفوا فيك الجانب الاخر اللي هو الانساني كفاعل جمعوي. سيد زهير، ذهبت في العديد من حملات التبرع بالدم مع مجموعة من الجمعيات، والجمعية ديالكم اللي هي جمعية الرحالة اللي هوت المشي بطنجة. الأنشطة ديالكم هي المشي، ولكن كتنظموا يعني بموازاة مع ذلك حملات للتبرع بالدم. يعني شنو اللي خلاكم أنكم يعني تفكروا تعملوا هذه الأنشطة هذه اللي موازية لحملات المشي
هل فعلا هو نقص في الدم او في مخزون الدم هو الدافع الاساسي اللي خلاكم انكم تمشيوا في هذا الاتجاه هذا؟ بالضبط استاذه خديجه، كما هو معروف جمعيه الرحاله اللي هو المشي بطنجه هي جمعيه رياضيه نهتم بالمشي، صح. الا ان المشي مرتبط بمجموعه من المجالات، المشي يرتبط بالبيئه، بالسياحه البيئيه، بالجانب المجتمعي نشتغل على الطفوله، الجانب الصحي المجتمعي نظمنا بعض المبادرات من بينها مبادره نمشي وتبقى الحياه كما سميناها، وخصت بالضبط التبرع بالتسجيل في لوائح تبرع بالاعضاء بعد الوفاه، حيث سجلنا رقم قياسي ولله الحمد وطني، أنا تم تسجيل ازيد من 50 متبرع بالاعضاء، نعم، بصفه رسميه في المحكمه الابتدائيه هنا بطنجه. اضافه الى ذلك وكما اشرتم ننظم حمله للتبرع بالدم نسميها كما يعرف الاستاذ معاذ مشاة في طريق الخير، والتي وصلت الى النسخه السابعه ونحن مقبلون ان شاء الله في يناير المقبل على النسخه الثامنه. كما اشرت فالمشاء نقول المشاء لا يترك الا الاثر الطيب، هذا الاثر الطيب نلامسه ونجسده في حملة التبرع بالدم التي كما قلت وصلت إلى الحملة السابعة تحت المسمى مشاة في طريق الخير. هل كان هناك ثمه تجاوب تفاعل إيجابي مع الساكنة مع المواطنين؟ أم ربما يكون هناك تردد، لأن نحن كنعرفوا أن الدم شيء اللي هو غالي ونفيس، ولكن كاين اللي كيتخوف أنه يعطيه. التخوف أمر طبيعي في الإنسان، فالإنسان على الخوف ربما فطري فيه، وهو ما نجده عند الإنسان البالغ الراشد الرجل بكامل قواه، ففيه نوع من التخوف والتردد. احنا في جمعية الرحالة هو المشي طبعا كلما ننظم هذه الحملات لا ننزل عن الرقم 50 متبرع، وبشهادة الأستاذ معاذ اللي حاضر معنا، يعني يلبي نداء الجمعية أزيد من 50 متبرع، فهذه عندنا نضمن هذا الرقم أكيد. يعني هذا رقم مضمون. رقم مضمون في خلال كل حملة. طبعا وننظمها خارج أوقات العمل. جيد. هذا ما ربما سنتطرق عليه في الإشكالات التي توازي هذه العملية في ربما في طبيعة الحال. غير غناخذ الحملات وغادي ننتقل للدكتور معاذ فيما يتعلق بهذه الحملات التحسيسية التوعوية، هل هي موسمية أم فقط أم ربما هي على طول السنة؟ نعلم جيدا أن مثلا هذه الحملات كتكون في اليوم العالمي للتبرع بالدم اللي هو 14 جوان، وكاين في رمضان لأن يكثر فيه هذا السلوك الإنساني النبيل كصدقة جارية كما نقول في المتداول في مجتمعنا. هل هي حملات كتكون على طول السنة أم فقط غير هذا المناسباتية بهذا المعنى الدقيق؟ من ناحية التحسيسية والتوعوية العمل اللي كنباشروه لا يتوقف على موسم معين. يعني احنا كنحاولوا نقوموا بعمل توعوي طول السنة، لان الخصاص في الدم كنعانيو منه طول السنه. اكيد ما كتجيش فتره معينه كيكون عندنا الدم موجود وفتره معينه ما كيكونش الدم، لا، العثرات كندوزوها طول السنه، يعني كتجيك واحد لو غاب ديال نهار او يومين كيكون الدم موجود الحمد لله موجود بزاف وكنفرحوا ومن بعد كيوقف. وهنا كاين واحد السلبيه في واحد الحاجه، هو ان حتى المواطن يمكن ملي كيجي الكبار بان راه الدم دابا موجود حتى هو كيولي يهرب من المركز كيجي له. حنايا كنحاولوا نستقبلوا المواطنين طيله العام، كيكون واحد العمل خاص في رمضان. علاش؟ لان في رمضان نظرا لخصائص الاطر ما كنقدروش نستقبلوا المواطنين في وسط المركز، ما كنستقبلوهمش في المركز، كنعملوا حملات خارج المركز. كتكون حملات توعوية قبل من هذا، وكتكون حملة متنقلة في مساجد بشراكة مع وزارة الأوقاف، لأنه ملي كيكونوا الشركاء ديالنا في ذاك الوقت هذاك، الجمعيات المجتمع المدني ما كتكونش عندهم الاستعداد وحتى الإمكانية أنهم يباشروا هذا العمل هذا في الليل، لأن المتبرع ما خصوش يكون صايم، خصو يكون فطر. كنعملوا حنا الحملة جمع التبرعات بالدم غير بالليل ما بعد الإفطار فعلا. بشراكة مع المندوبية ديال وزارة الأوقاف والمجلس العلمي في مجموعة ديال المساجد في المدينة، والحمد لله كتعطيو هذاك الطابع الروحاني الإنساني. نعم exactly. وربما كتعتبر صدقة جارية. هي فعلا صدقة جارية، هي فعلا صدقة جارية. هنا بيت القصيد، لأن ملي غادي تقول للشخص أنها صدقة جارية وعندك عليها ثواب أخروي يعني في الآخرة، ربما غادي يكون هناك إقبال كثير. وفعلا لأن هي صدقة جارية، صحيح، واستطاعة المواطن اللي كيتبرع بكيس ديال الدم انه يتصدق بداك الدم ديالو لثلاثه المواطنين، لان هذاك الدم هذاك ملي كيدخل للمختبر كيتقسم على ثلاثه المشتقات، وداك المشتقات كل واحد كيمشي لمواطن معين.
صح صح. طيب سيد زهير، أكيد كنا نتحدث أكثر من مرة حول هذا الموضوع. نعم. ويعني دائما تشير أن لديك مؤاخذات معينة. أكيد. كنا نعرف هذه المؤاخذات على مدى تنطوي، لديك تحفظات بهذا المعنى؟ طبعا تحفظات ربما غير مرتبطة بالأشخاص، فالسيد معاذ تجمعنا به علاقة طيبة وجميع أطر المركز. طبعا التعامل ديالنا كان مع سي معاذ وما قبل معاذ الدكتور مروش والدكتور سمير، يعني منذ مدة نحن نتعامل مع المركز. للأسف لدينا مجموعة من المؤاخذات التي نسجلها منذ ربما نحو 10 سنوات أو أكثر، وهي ما يعرفه عموم المواطنين. لدينا أهم مؤاخذة هي التوقيت. توقيت المركز لا يسمح لعموم المتبرعين بالتجاوب مع المركز، يعني التوقيت عنده من 9 إلى 1 أو 1:30. يعني مثلا اليوم إذا مشينا في 1:30 أكيد نبغي نتبرع في 1:30، الأبواب ديال المركز راه مقفول. السبت والأحد مقفول، أيام العطل مقفول، المركز مقفول. الموارد البشرية للمركز لا تسمح باستقبال عدد كافي من المتبرعين، يعني ممكن نمشي في 12 ويقولوا لي بأن ما يمكنش يتبرع، علاش؟ لأن جا واحد عدد يعني الأطر غير كافية. طبعا الأطر غير كافية، الأطر الموارد البشرية واللوجستيكية لا تسمح للمركز الحالي بطاجة. وهذا إكراه. أكيد إكراه، هذا ما يسبب نفور لعديد من المواطنين. يعني كيف ما أشرت في البداية بأن كاين تخوف، من غير تخوف كاين المركز والحالة ديالو، من ناحية ديال اللوجيستيك والموارد البشرية كتجعل الإنسان يقول لك أنا سامح في الخدمة ديالي ونمشي نضيع الوقت. هذا من الجانب. ربما تكلمنا من الحملات ديال رمضان، القافلة الطبية والمبادرة فهي رائعة ومشكورين عليها مركز تحقن الدم، إلا أنها للأسف لا تلبي رغبات جميع من يقبل على ذلك. أنا شخصيا في مسجد سوريين في رمضان وقفت على العملية، يعني تقريبا 150 واحد بغى يتبرع، لكن العدد ديال الأطر كان غير كافي. يعني تصور الإنسان عنده الخدمة في الصباح واش يبقى جوج ساعات باش يتبرع في المسجد؟ نعم نعم. أمر غير معقول. إذا هذا هضروا لي الوقت يعني بشكل دكتور معاذ، يعني نعم نعم تفضل تفضل. غير في هذه النقطتين هذه نشوفوا الرد ديال هو فعلا التعقيب ديالك، يعني التحفظات والمؤاخذات فعلا يعني لوجستيكية وتقدر تعمل عرقلة أو تحول دون أن الناس يقبلوا على تبرع بالدم. هي فعلا الإمكانيات اللوجستيكية ديال المركز الجهوي للتحقن الدم طنجة محدودة جدا. الموارد البشريه ايضا في الموارد البشريه كناخذوها حنايا ك جهه من جهه خاصه، فعلا كاين خصائص الموارد البشريه بالمقارنه مع العرض اللي كاين في طنجه. دابا هنا كاين خصائص، هل يمكن ان نسجل ان في طنجه كاين عرض كبير؟ يعني كاين عرض كبير، كاين عرض كبير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طنجه مدينه اللي فيها المواطن يتبرع بالدم، عنده هذه الثقافه، عنده الثقافه، هذه الثقافه ديال التبرع بالدم مؤشر في حملاتنا المنظمه بصفه دوريه. جميل. الا سمحتوا غنعطي مؤشر، منظمه الصحه العالميه كتنصح باش يكون عندنا 1% من السكينه كمتبرع. تمام. هذا المعدل. حنا في طنجه كنستطعوا نوفروا اكثر من 1%، بحيث انه عاده كيوصل 1.2 1.3. هذا مجهود كبير. تمام. من الطرفين، لا من الطرف المواطن المتبرع ولا من الطرف ديال الطاقم ديال المركز الجهوي للتحقن الدم، كنستطعوا نوفروا ونوصلوا لهذا المؤشر هذا. كنظن بزاف الاقاليم ما كيستطعوش يوصلوا لك هذاك من هذا المؤشر هذا، ولكن طنجه معطاء، مواطن في طنجه كيعطي الدم ديالو. لهذا خصنا نحاولوا ما كرهناش نوفروا له الفضاء اللائم الذي يليق باستقبال هذا المواطن هذا، ونوفروا الامكانيات اللوجستيه بما فيها البشريه والماديه. تمام. لاستقبال المواطن في احسن الظروف باش ما يوقعش ذاك النفور من التبرع بالدم. دابا اللي كان ما حاولتوش انك تعملوا هذا النداء، الدعوه للجهات المختصه، الوزاره، فعلا عملنا باش ما تبقاوش دائما في هذه الاشكاليه كتطرحها عليكم يعني طوال السنه. ان كما قال سي زهير يعني المشكل قائم منذ ازيد من 10 سنوات، اكثر من 10 سنوات وما كاينش الحل. يعني بالفعل هو كان كيتهضر مسؤوليه على من؟ الوقت اللي مسؤوليه على المنظومه ككلها، لكي لا نشير بالاصابع الى شخص ما او مسؤول معين. من اللي بدا الحديث على فتح مركز استشفائي جامعي في طنجه، بدات الهضره على مركز جهوي لتحقن الدم يليق بالمركز الاستشفائي الجامعي.
على الله نتمنى هذا تحدي حالياً. حنا في مجتمع التحدي وهذا يقدر يكون تحدي ديال هذه السنوات المقبله. حاليا كاين ان شاء الله في القريب العاجل هذا حصري عندنا. حصري على ميديا. فعلا 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 حصري عندكم لان الاول مره غادي يخرج هذا الخبر نسجل هذا الحصري الخبر حصري هو يعني. مستقبلا وفي القريب غادي تفتح مركز لاستقبال متبرع، لان احنا مادام عندنا هذا الاكراه في استقبال المتبرعين مجهودات معينه تعملت، وغادي تفتح في القريب في مسننه مركز لاستقبال المتبرعين. هذه بشرى، يعني خاص باستقبال المتبرعين. غادي يجيو المتبرعين، كاين فضاء لا باس به لاستقبال، ما يبقاش المستقبل المتبرع في الزنقه اللي كيوقع حاليا، كنستقبلوه في الشارع والفضاء للأسف. لان الفضاء ديال المركز لا يسمح باستقبال لا يسمح واحد العدد معين نفوتوه. نعم نعم، قدوش نفوتوه يعني الطاقه الاستيعابيه ديالو، الاكراهات الاستيعابيه ديالو لا تسمح. عطفا على كلام سي معاذ، وكما كنا نطالب دائما فهذا خبر مفرح وخبر جميل باضافه مركز اخر هنا بمدينه طنجه، نقترح طنجه مدينه مليونيه في اربع مقاطعات، حبذا لو كان مثلا كل مقاطعة فيها مركز واحد، يعني مثلا مركز عندنا في مسننة خص مركز آخر في أكبر مقاطعة جماعة ديال بني مكادة، أكبر مقاطعة في المغرب خص يكون فيها مركز ديال التبرع بالدم. صحيح، يعني طنجة أربع مقاطعات أربع مراكز تحاقم دم. حاليا كما أشار الأستاذ معاذ، المركز الاستشفائي الجامعي هنا بمدينة طنجة سيزيد الضغط على المدينة، المراكز الاستشفائية المصحات الخاصة في تزايد مستمر هنا بمدينة طنجة، الطلب يزداد، المدينة تعرف مجموعة من الورشات. صحيح، أكيد هذه الورشات تخلف مجموعة من الحوادث، ما يجعل الطلب على الدم بصفة هي أكثر. هي من ضمن الأسباب، كاين حوادث السير اللي كتلعب، يعني هذا كسب كيلعب دور كبير في الاحتياج ديال هذه المادة الحيوية. وقفنا عليه معذرة خلال شهر رمضان، شهر رمضان يقل الإقبال ديال المواطن كما أشار الأستاذ معاذ، تكثر حوادث السير. نحن أكيد في فترة ماضية وخصوصا مررنا بتأثير ديال كوفيد، لأن ربما حتى الجائحة كانت لعبت واحد الدور رئيس في هذه المسألة ديال التبرع بالدم. خلال الجائحة جمعية الرحالة رفعت تحدي ونظمت حملتين للتبرع بالدم خلال فترة غير كافي زهير، غير كافي غير نحن كافي. ملتزمون بحملتين في سنة. لدينا مقترح للأسف وفق الإكراهات التي عرضناها، عرضت وناقشت المقترح مع السي معاذ، اقترحنا ميثاق شرف للجمعيات، ربما مقترح سباق هنا في المغرب، تلتزم 12 جمعية هنا بمدينة طنجة بأن تنظم حملة في الشهر، على أساس مستقبلا حملتين في الشهر، يعني يصبحوا عندنا 24 يعني حملة. كل ما يعني ميثاق شرف بين الجمعيات، كتزاد الحملات كتضاعف. للأسف هذه الإكراهات اللي تكلمنا عليهم كاملة أوقفت هذا المقترح، هو باقي قائم إن شاء الله. غادي ننتقلوا للاستراتيجية وكيفاش كتشوفوا يعني كتصور ديالكم مستقبلي لهذه المسألة ديال التبرع بالدم، ولكن دعونا لحظة يعني بعد إذنكم وأيضا بعد إذن السادة المشاهدين ننتقل لهذه الآراء ووجهات النظر التي استقيناها لهذا الموضوع، نتابعها ونعود. جيت باش نتبرع، حتاج بزاف ديال الناس كيخاصهم الدم، بزاف ديال الأمراض كيخاصهم الدم، بزاف ديال الدراري صغار، وجيت هنا وكنت منكم كلشي جيت حنا نتبرع بحالي. جيت هاد النهار نتبرع بالدم باش نعاون الإخوان ديالنا اللي محتاجينه، وكنشجع جميع المواطنين يجيو يتبرعوا بالدم باش يعاونوا المرضى، يعاونوا الناس اللي كيوقعوا لهم حوادث السير. حنا لما كنكونوا أمام طفل عنده 10 سنوات يعاني من سرطان ومحتاج للدم وما تلقاهوش، فهذا موقف لا يحسد عليه احد. إذن هذه آراء متباينة طبيعة الحال، وهذا موقف، لأن ما أنا سأخذ ما ختم به المتدخل الأخير، موقف من المواقف التي لا نحسد عليها في هذا المجال، يعني كاين اشخاص اللي كيكونوا على حافه الموت، واذا ما تنقدوش يعني كتمشي الحياه في غمضه عين. رايكم في هذه المداخله الدكتور معاذ؟
هو فعلا كاين حسره، كاين حسره، كاين حسره، كاين حسره وتدخل وجيه، لان حنا كنعانيو داخل ملي كتجي كتشوف عندك طلبات ديال الدم اللي ما كتستطعش تلبيها. يبقى فيك الحال علاش ما كتستطعش تلبي ديك الطلب. وبالموازاه الطاقم الحالي اللي المركز الجهوي لتحقن الدم بغير على غرار جميع الاطقم المراكز الجهويه في المملكه، كنحاولوا نوفروا واحد المخزون لتلبيه بعض الطلبات لواحد المجموعه ديال المواطنين معين بما فيهم مرضى السرطان، مرضى الثلاسيميا، مرضى تصفيه القصور الكلوي، واحد المجموعه الامراض المزمنه اللي كنحاولوا نوفروا لهم. انما الاشكاليه كيفاش كتطرح؟ هو ان هاد المرضى هادو خاصك توفر لهم الدم اللي عنده واحد الخاصيه معينه فيها. اولا خصو يكون المطابقه من ناحيه الفصيله، من ناحيه لوغيزيوس، خاص تكون المطابقه من ناحيه النمط الرمزي، وخاصو تكون مطابقه من ناحيه الاجسام المضاده. يعني واحد المجموعه ديال التحليلات كتعمل على 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 بترتيب معين باش نوفروا له داك الدم ديالو. المواطن حاليا كيجهل هذه الاشكاليه هذه، لانه هو بالنسبه لي ربما هذه المغالطات، وانا بغيت نسال على هذه المغالطات، ما طبيعه هذه المغالطات اللي هي شائعه بالنسبه للمواطن اللي كتجعله يتراجع وما يمشيش يتبرع بالدم بتلقائيه وعن طيب خاطر؟ انا كنلوم المواطن، كنلوم المواطن اللي كيتراجع، لان الا مشيتي تعمل ديك الصدقه ما خصكش تراجع، خرجتي الصدقه خرج. انطلقوا من هذا المبدا هذا. اكيد. ما بالك انك مشيتي تعاون واحد القريب ديالك، الزوجه ديالك، الاخت ديالك، الام ديالك، أكيد. الابن ديالك او هذا ولا هذا، ومشيتي باش تعطي الدم وما عطيتيهش لان لظروف معينه. اللي كيوقع هو انك يقول لك انا جبت لكم واحد المجموعه المتبرعين عندهم فصيلات او، وان الابن ديالي عنده الاو ما عطيتونيش الاو. هو الدم دابا حاليا ما كيخرجش بالاو، خصوصا في الامراض المزمنه. الدم كيخرج بالنمط الرمزي. ما كيعرفوش هذه الامور هذه. النمط الرمزي دابا في وسط هذاك الاو بوزيتيف كاين واحد النمط الرمزي كيتكون واحد مجموعه الحروف الأ السي والاو والدي، وهادو فيهم الماجيسكول والمينيسكول وفيهم بوزيتيف والنيجاتيف زياده على الكيل، يعني واحد المجموعه ديال لاكومبينيزون ديال واحد المجموعه ديال الحروف اللي خاص هذاك هو اللي كنسميوه حنايا النمط الرمزي او ما يسمى عامه بالفينوتيب. الا ما كاينش ذاك الفينوتيب ما تقدرش تعطيه ذاك الدم هذاك. لهذا المواطن خصو يوعى بان الدم حاليا ما كيتعطاش غير بالجروب ريزوس، خصو الفينوتيب. عاد اذا ما عندوش هاد الخلفيه الصحيه او الثقافه الصحيه. هذه المعلومه هذه، هذه المعلومه هذه ما عندوش، لان دابا هذه من جهه. من جهه ثانيه الطلب ديال الدم، وهنا كنرجعوا نسميتو عليه الامراض المزمنه، لا في العيادات لا في المستشفيات العموميه. عاده الطلب حتى كيجي المريض عاد كنوضو ندوزو للطلب هو في حاله مستعجله. صحيح. هنا كيبقى بالنسبه للمراكز الجهويه كيدرسوا الطلبات على واجهتين. الواجهه الاستعجاليه هما الناس اللي كيجي بحاله معينه دخل المستعجلات وخصو هذيك كتسمى حاله مستعجله، واللي هذا كنحاولوا نستجبوا له هو الاول بطريقه معينه. وكاين الحالات الغير مستعجله اللي هي مبرمجه. دابا واحد السيد مثلا اللي كيعمل العلاج الكيماوي كنعرفوه بانه كل شهر خصو يمشي يعمل ديك الحصه ديالو، خصنا نوجدوا له الدم ديالو، كيحاولوا المراكز الجهويه يوجدوا له الدم ديالو في اطار هذا الطلب. غادي ننتقل في الدقائق المتبقيه سي زهير فيما يتعلق بالاستراتيجيه اللي كتشوفوا مثلا كفاعل جمعوي مستقبلا تكون يعني محكمه لضبط يعني مخزون الاحتياطي من الدم في البنوك ديال الدم. وهنا ربما هذه الاستراتيجيه على ما اعتقد حتى الاعلام شريك اساسي في هذه المساله هذه. زهير انت كتشتغل في الاعلام وراك عارف. كما يقال اهل مكه ادرى بشعابها. فاكيد الناس ديال مراكز تحقن الدم سواء الجهويه او المركز الوطني هما ادرى بالمشاكل وكيفيه المعالجه ديال هذه الاختلالات. طبعا الوزاره تدعو المواطن الى التبرع، المركز الوطني يدعو الى التبرع، المراكز الجهويه تدعو الى التبرع، المواطن يقبل على التبرع، الا ان المواطن يقف امام مجموعه من الاشكاليات التي رصدنا البعض منها. ما نقترح بعض من المقترحات. مثلا المركز الوطني او الجهوي يجب ان يشتغل 24 ساعة طيله اليوم كمرحلة أولى. طبعا هذا الشيء يصطدم بالموارد البشرية التي ذكرت، على الأقل من 9 صباحا إلى 9 مساء. الناس التي تشتغل في القطاع الخاص تنهي المعاناة 6 مساء. صح. ما عاد ممكن تمشي تتبرع. لكن إشكال كبير ديال الوحدة المتنقلة. الوحدة المتنقلة كيف يعرف المغاربة كاينة في الرباط وحدة متنقلة ثابتة في وسط المدينة. مدينة طنجة
يجب أن تكون وحدة متنقلة مستقلة عن المركز الجهوي. نعم. يعني تشتغل بعزل على المركز. أؤكد على هذه العبارة مستقلة، لأن حاليا كاين الإشكال ديال الوحدة المتنقلة رغم محدوديتها إلا أنها غير مستقلة عن المركز، يعني ترتبط الموارد البشرية. والإعلام، بغيت نقطة ديال الإعلام. أستاذة لدينا مقترح، يعني الوحدة المتنقلة يجب أن تشتغل 7 أيام على 7 أيام. هذه كاستراتيجية يعني مهم. مثلا خلال نهاية أسبوع مدينة طنجة تعرف مجموعة من المهرجانات والحفلات، يعني الوحدة المتنقلة يوم الأحد تكون في المهرجان، يوم الأحد في الملعب تاع طنجة كتلعب، يوم الاثنين تمشي للمناطق الحرة. وهذا الشيء خصو يتعمم في ربوع المملكة وليس فقط في جهة طنجة. هو الوحدة المتنقلة ما يمكنش تكون مستقلة على المركز تماما، انما كيكون فريق ديال طبعا هذا هو المتنقلة. هذا هو المقصود. مستقل على الفريق ديال. اذا هنا صححنا مجموعه من الغلطات. طنجة حاليا ما عندهاش الوحدة المتنقلة. يجب اذا هذه نقطه تسجل. وصلنا للختام. يساهم من الجهتين وكيخرج يوفر. يجب خلق لجنه للتواصل في المراكز الوطنيه. هاد الاشكالات اللي والغموض اللي كيعرفوا المواطن الدور ديال المراكز الوطنيه، توعيه المعلومه أكيد. توصل المعلومه الصحيحه للمواطن. للاسف الوقت ادركنا والحديث معكم شيق، ولكن للاسف الوقت يعني داهمنا. اذا وصلنا للختام. اشكر كل من الدكتور محمد معاد الروحي مدير المركز الجهوي لتحقن الدم، شكرا جزيلا. شكرا لك. نورتنا. شكرا. أشكر أيضا الزميل والفاعل الجمعوي زهير حمان، مرحبا ونورتيني. شكرا زميلي. شكرا. مرحبا. إذا مشاهدينا شكرا جزيلا، وأحلى أحلى شكر لكم على طيب المتابعة. أحلى أحلى شكر أيضا لفريقي الرائع. ألقاكم مع كامل محبتي غدا في نفس الموعد.